وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أيها الأخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان الولادة بيت الله، ومكان استشهاده بيت الله، وما بينهما العمل في سبيل الله. الاسم إمام المتقين وأمير المؤمنين ويعصوب الدين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ديدنه إقامة العدل وإحقاق الحق، ولولا هذا لما قبل الخلافة. تنصيبه من رب العالمين، تنصيبه إماما، جعله إماما. هذا الجعل لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى وليس من عباد الله. والله لو رفع يعني لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا اليقين، يقين الإمام علي عليه السلام، كيف نجده إذا قارناه بيقين إبراهيم عليه السلام؟ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولا تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلب الإمام كان مطمئنا على الدوام حتى لو رفع له الغطاء، وشاهد ما شاهد إيمانه ثابت لا يتزعزع ولا ينقص منه قيد أمله. هذا إمامنا الذي نحتفل بذكرى ولادته هذه الليلة، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الليلة السعيدة نبارك لكم أيها الأخوة بهذه الولادات المباركة، ونستقبل سماحة الشيخ همام بالصلاة على محمد وآل محمد.